السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. في البداية، إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب، يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى من تفعيل خيار الجرس ليصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا أنا كنت في محاضرة سابقة قد شرحت كيفية تنزيل فريموير على أجهزة سامسونج عن طريق برنامج الأودين. طبعا كما ذكرنا أن لتنزيل فلاشة عن طريق برنامج الأودين لابد أن تكون هذه الفلاشة بصيغة MD5 أو بصيغة TAR. لكن هناك بعض المشتركين في القناة سألوا في بعض الروت تأتي بصيغة إيميج. طبعا برنامج الأودين لا يقبل صيغة الإيميج. لاحظوا على سبيل المثال هذا صيغة إيميج، لاحظوا صيغة إيميج. كما وعدتكم من بإذن الله تعالى سوف يكون هناك محاضرة لكيفية عمل روت لأجهزة سامسونج، كذلك كيفية تنصيب ريكفري لأجهزة سامسونج. لكن عجلت في هذه المحاضرة بسبب كثير من الأسئلة التي أتتني عن طريق تعليقات على مستوى القناة وهو صيغة الإيميج. لاحظوا على سبيل المثال لو ذهبت فتحت برنامج الأودين وأريد على سبيل المثال أستدعي صيغة الإيميل سطح المكتب، لاحظ صيغة الإيميل غير موجودة. أوكي، طبعا بإذن الله تعالى اليوم سوف أشارككم برنامج رائع جدا. هذا البرنامج اسم البرنامج اللي هو سيجوين. طبعا هذا البرنامج يقوم بالتحويل بين الصيغة الإيميج إلى صيغة MD5 أو TAR. لاحظ هذا البرنامج، طبعا هذا البرنامج بحط لك رابط البرنامج أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. طبعا رابط البرنامج رابط مباشر بتحمل البرنامج من الميديا فاير. طبعا هذا البرنامج لمعالجات 64 بت و 32 بت. طبعا بتحمل البرنامج من الميديا فاير. طبعا البرنامج يحتاج له نت، تنصب البرنامج تنصيب عادي نيكس 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 اوكي فينش. بعد ذلك بعد ما تنصب البرنامج بيفتح البرنامج عندك على شكل هذه السيجوين تيرمينال. اوكي لاحظ سيجوين 64 بت لانه عندي المعالج الخاص بجهازي، لاحظ 64 بت. اوكي بعد ما تحمل البرنامج تشغل البرنامج، لاحظ اشتغل عندك البرنامج مستر مهيب. طبعا مستر مهيب هذا اسم المستخدم الخاص بجهازي. اوكي بعد ما تشغل البرنامج تذهب الى جهاز الكمبيوتر، تدخل على السيجوين هذا المقلد الخاص بالبرنامج، تنزل تحت الى الهوم، تنزل تحت الى مستر مهيب. اوكي لاحظ حاليا نريد ان نقوم بتحويل هذا الريكفري من ايميج الى صيغه MD5 او TAR. كليك يمين بالزر الايمن وكوبي، تنسخ المقلد الى هذا المسار. اوكي بعد ما تنسخ المقلد الى هذا المسار بكون حاطط لك اكواد. هذه الاكواد هي التي تقوم بتحويل هذا الملف من صيغه ايميج الى صيغه MD5 او TAR. طبعا بتحمل الاكواد من موقع الميديا فاير، رابط مباشر كليك يمين بالزر الايمن واكستراهير هذا الاكواد. تفتح الاكواد، لاحظ الان، لاحظ هذا هو الريكفري المراد تحويله. طبعا لابد ان تكون اسم الملف المراد تحويله من صيغه ايميل الى صيغه MD5 او TAR، لابد ان تعيد تسميته الى ريكفري. اوكي لاحظ الاكواد، لاحظ الاكواد ريكفري. اوكي طبعا هذا الكود الاول كنترول A كنترول C نسخ. اوكي لاحظ تذهب الى هنا لصق وانتر، هذا الكود الاول. اوكي تذهب الكود الثاني كنترول A كنترول C نسخ، تذهب الى هنا لصق انتر. تذهب الى الكود الثالث كنترول A كنترول C نسخ لصق انتر. لاحظ الان، لاحظ تكون هذا recovery.tar.md5. كليك يمين بزر الايمن بروبرتيز امتداده TAR دوت MD5. اوكي حاليا ننسخه الى سطح المكتب، كوبي بيست، غلق هذا، كمان غلق البرنامج، غلق ذا الاكواد. اوكي لاحظ الان لو وفتحنا هذا الريكفري اللي هو بصيغه TAR دوت MD5 الذي قمنا بتحويله من صيغه ايميل الى صيغه TAR دوت MD5، لاحظ لو فتحنا الاودين
هذا الاودن وروح وذهبنا نستدعيه. لاحظ مباشره تعرف على الاودن لانه بصيغه ام دي 5. اوكي طبعا هذا البرنامج افضل برنامج لتحويل من صيغه ايميج الى صيغه ام دي 5. طبعا هذه الفيديو كانت تلبيه لبعض المشتركين وغير المشتركين في القناه وهو كيفيه التحويل بين الصيغه. يعني بعض اشخاص يقوموا بتنزيل روت لاجهزتهم عن طريق الموقع المشهور اللي هو اس اف روت تشين فايل. طبعا ان شاء الله باذن تعالى كما وعدتكم سوف نتطرق لكيفيه عمل روت لاجهزه سامسونج. يلاحظوا ان الصيغ تنزل بصيغه ايميل وان برنامج الاودن لا يتعرف على هذه الصيغه، وبهذه الطريقة تكون قد تحول أي صيغة إيميج إلى صيغة تار دوت إم دي فايل لكي يتعرف عليها برنامج الأودي. كذا درسنا خلص لهذا اليوم، يا رب تكون استفدت من هذا الموضوع. إذا عجبك الفيديو دوس لايك، كذلك شارك هذا الفيديو لأصحابك لتعمل فائدة للجميع. كذلك إذا كنت غير مشترك في القناة يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. رابط البرنامج ورابط الأكواد ورابط الفيديو كل الروابط تجدها أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبك الفيديو لا تنسى لايك وكومنت تحفيزي، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.